ذكرت البدع بارك الله فيك. بعد وفاة الميت عند ناس في مناطق الجنوب، بعد وفاة الميت راسه يبنون القيام بجوار بيت المتوفى ويقيمون فيها الحفلات والذبائح. هذا بدعة. هذا بدعة بينا كم مرة في الصحف ورسائل فتت عليه في الجنوب وبيه في الصحف والمجلات، كل هذا بين ومنكر، ما يجوز هذا. لكن بدعة هذا؟ نعم بدعة، ما يجوز هذا. نعم لكن الإجماع نروح لهم نعزلهم هم في هذا الشكل؟ لا، لكن الإجماع من دون خيام ومن دون محفل، لكن إجماع الكل يعني إذا زاروه من التعزية سنة، يعني ما قامت حفل لهذا المعتم ما يجوز. لا، هم يجتمعون ليجون الأقوام الآخرين يردون العزاء، يستقبلونهم جماعة الميت، يستقبلون في بيوتهم، ما يحتاج إقامة مخيمات، يستقبلون في بيوتهم الحمد لله العادي. ولكن حكم إقامتهم كيف حكم القيامة عند الله؟ هذا منكر ما له أصل، هذا معتم، أنا ما أعتم. يعني احيانا طبيعه البيوت عن استيعاب المعازيم كلهم لانهم بيجوا بالالاف، فهم بيصنعوا مكان يقي من الحر او من البرد او من المطر ويستقبلوا فيه المعازيم ويروحوا. اذا وجعل من باب استقباله من دون ولا من دون شيء، الا الحاجه الى ذلك.